السلام عليكم. بون بنات فينالمون انا رجعت بشي هوات الخفاف كيف قلتوا لي في الخاص. شكرا بزاف بزاف البنات اللي صيفطوا لي لي ميساج وسولوا فيا وكنبغي نشكركم بزاف بزاف. بون كنت غبرت بسبب شي ظروف كنت مريت منها قاصحه شويه، مي الحمد لله كيف كنقولوا الدنيا كاع امتحانات، الوغ نقدر نعتبر هذا الشيء اللي دزت منه انه كان امتحان بالنسبه لي والحمد لله على كل حال. بون البنات انا غادي ندير لكم اليوم واحد الشهيوه خفيفه ظريفه بالفخيدات ديال الدجاج في الفران. بون خليكم معايا. بون بالنسبه للعطريه الملح، البزار، خرقوم، سكنجبير، تحميره عطريه مغربيه. بون هذا الشيء كيف غنديرو؟ غنديرو في الدجاج. هنا ديجا طحنت البصله مع الثومه درتها في الغوبو. اللي بغى يدير القزبر والمعدنوس غتجي احسن احسن، باسكو انا ديما كندير فيها القزبر والمعدنوس ما درتهمش لان ما بقاش ليا. الوغ انا درت هنا دابا غير البصله والثومه وهاد العطريه اللي شفتو معايا غنديرها في الدجاج. المهم خليكم معايا نعاود نرجع لكم. بون البنات انا ديجا دابا هنا درت العطريه. الطريقه باش غادي نخدم هاد الطنجره اللي غنديروها حنا في لو فور شويه غريبه. بون العطريه اللي كتشوفوا معايا اللي هنا غنديرها غير في الدجاج، اما بالنسبه للخضيره اللي غندير هذيك ما غنديرش فيها العطريه، غيجي فيها جوست البزار والمليحه. المهم انا غادي نوريكم الطريقه، كتجي خفيفه وصحيه ومهم كتجي خفيفه وصحيه زوينه بزاف. خليكم معايا انا غادي نوريكم الطريقه شويه بشويه. بون البنات انا ديجا دابا ماريليت دجاج وهنا كي شفتوا زويتات العود، انا دابا غادي نستفهم ونرجع لكم. بون البنات ها هي الفينالمون الخضره اللي غادي ندير. بغيت نقول لكم على هاد البطاطا صغيره، والله لو كانت بداو تاخذوها طيبوا بها هي هذيك اللي كتكون صغيره فريمون كيف كنقولوا كتكون فتيه وكتطلق واحد البنه زوينه بزاف. بون كنصحكم بها، انا غادي ندير لهم العطريه ونرجع معكم. بون البنات فوالا ها هي الخضيره اللي غندير. غادي تبان لكم باللي راها كثيره، يعني مخلطه البطاطا مع القرعه مع خيزو مع جلبانه. بون هذه هي الخضيره اللي غندير، صدقوني واخا غتبان لكم الخضره كثيره مي راه فريمون الطريقه اللي عطيتكم بيان سور وتبعتوها غتجيكم لذيذه بزاف. وفي لو فور كنديروا يعني ناقص عليها، ومهم كنديرها انا في 350 يعني، ولكن كان حيت انا عندي لو فور كبير بزاف. بون البنات خليكم معايا في الفيديو الثاني لان هذا سهل.